اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا ناصف محمد ناصف، استاذ جراحه العظام استشاري القدم والكاحل. والحقيقه المره اللي فاتت كان جالنا اسئله كتير جدا، فانا هحاول في الفيديو ده ان انا احاول ارد على الناس اللي بعتت. والحقيقه متشكر ليكم جدا، يعني انا لقيت انه تقريبا في حوالي 8000 فيو على الفيديو اللي فات، وانتر اكشنز رهيبه جدا وكتيره، وده يبين قد ايه الناس كلها بتشتكي من رجليها وعندها مشاكل في القدم والكاحل، وبس محتاجين يعرفوا يتوجهوا ازاي او يعرفوا يعملوا ايه. فسريعا هنبتدي، ومش ترتيب معين يعني، بس بحسب تقريبا الترتيب بتاع الناس اللي بعتت هنحاول نرد على الاسئله، وممكن نلاقي انه الاجابات على الاسئله دي بترد على بعض الناس اللي ما سالوش اسئله اصلا او عندهم المشكله دي. فهنبتدي تقريبا، طبعا مع حفظ بقى الالقاب، لان انا عندي هيبقى الاسم بس اللي كان على الفيسبوك او الاسم اللي باعت، فانا مجرد هقول الاسم زي ما هو مكتوب. فاول حد كان اسراء العبيدي، وسالت ان هي عندها تعرضت لحادث وعندها كسر في القدم واربطه الكاحل، وبتسال اذا كان ده بيتحل ازاي ولا ايه الحلول بتاعته. الحقيقه كسور الكاحل من الحاجات المشهوره جدا جدا جدا، واصابات الكاحل او اصابات الاربطه بتاعت الكاحل من الحاجات اللي برضو مشهوره جدا. والحقيقه الغريب انها ما بتحصلش عاده من اصابات كبيره زي اصابه حادثه عربيه او اصابه تصادميه، يعني عاده بتبقى التواء او جري او اثناء ممارسه رياضه او واحد وهو ماشي وتتلوي رجليه ويحصل كسر، ويستغرب ان يتقال له ان خلاص العظم ده اللي في الكاحل اتكسر وان احنا محتاجين. عاده الحقيقه للاسف بنسبه فوق 90% كسر الكاحل، عشان هو مفصل ربنا جعله ثابت جدا وليه حدود معينه، يعني المفصل بتاع الكاحل الحركه بتاعته دقيقه جدا وضيقه جدا. مفصل الركبه اوسع، مفصل الكتف كلنا عارفين اوسع بكثير، فبالتالي الكاحل الضيق ده بيحتاج انه يرجع بالظبط زي ما بيقولوا كده على الشعره يعني. وعشان كده عاده للاسف بيبقى معظم كسور الكاحل بتعالج جراحيا، لازم عشان الجراحه دي بترجع العظمه بالظبط في مكانها. وسبحان الله برضو ربنا خالق القرقوشه الطبقه الناعمه اللي في الكاحل 2 مللي فقط، فال2 مللي دول لازم يبقوا راجعين بالظبط مظبوطين قصاد بعض. اديكم مثلا كسر الركبه، القرقوشه اللي فيه 6 مللي، فاسمك بكثير، وبالتالي ممكن تسمح بملي او 2، لكن مفيش ملي او 2 في الكاحل. وعشان كده اصابات الكسور بتاعت الكاحل مهم انها تتعالج للاسف عاده بنسبه كبيره جراحيا وليس بجبس او غيره. الحقيقه استفسار تاني، اسماء يونس، هي سالت انها بقى عندها الاصابه الثانيه بتاعت الالتواء اللي هي قطع في اربطه الكاحل، وبتقول ان اتشخصت انها عندها قطع اربطه كاحل كامل وان بقى لها شهور، وهل ده ليه جراحه ولا لا، ولو انا عملت الجراحه برجع العب تاني او ارجع امارس رياضه تاني ولا لا. قطع أربطة الكاحل المزمن، يعني لو أنا رجلي اتجزعت زي ما اتفقنا، إحنا عادة ما بنعملش جبس للأربطة دي، اللي هو جزع الكاحل ده ما بنعملوش جبس، بنبتدي نعمل علاج طبيعي وحركة لأن الأربطة تلتئم أكثر بالحركة. ولكن لو أنا كنت من الناس اللي، ودي نسبة قليلة 13% تقريباً، وصل بيا الحال إن أنا مع إني عملت العلاج التحفظي كويس يعني بدون جبس وعملت علاج طبيعي وحركت المفصل، لكن انتهى بيه الامر ان انا عندي الرباط الخارجي للكاحل ده ما التئمش واصبح فيه قطع مزمن، برضو دي لازم تبقى حاجة جراحية. عادة العيان ده بيشتكي من عدم ثبات المفصل وهو ماشي، مش شرط، ممكن يبقى أرضية مستوية جدا بس رجله بتلب منه أو بتخونه زي ما بيقولوا وتبقى مش ثابتة تحتيه، أو يبقى عنده ألم مع إنه كان بيمارس نفس الرياضة اللي كان بيمارسها قبل كده قبل الإصابة بتاعت الجزع دي، ومش عارف يتحرك أو يمشي كويس بالإصابة دي. الإصابات بتاعت جزع الكاحل المزمن، ومزمن دي بنقولها بعد عاده 3 شهور، ناس بتوسعها قوي تخليها 6 شهور، لكن ديفنتلي لو عيان بعد 6 شهور عنده احساس عدم ثبات، عنده احساس انه رجله بتخونه او عنده الم، ده عاده بيحتاج لتدخل جراحي. في الحاله دي احنا بنخيط تاني الرباط زي ما كان، زي ما اتخلق، زي ما هو كان المفروض يرجع، وعاده العيان ده بيقعد في فتره بسيطه جدا من عدم
المشي او الحركه وثبوت او غيره. طبعا التكنولوجي اتقدم جدا دلوقتي، لقينا بنقدر نخلي العيان ده يرجع يلعب رياضه في غضون شهرين، بيكون لعب رياضه تاني حتى بعد ما عمل الجراحه بتاعته، ليها وسيله معينه. وطبعا احنا كاطباء قدم وكاحل اصبحنا بنقدر نعمل زي انوفيشن، او بنقدر نتحرك اكتر وبطريقه علميه اكتر ان العيان يرجع يلعب رياضته تاني او يرجع بسرعة تاني للحياة بتاعته. الحقيقة برضو سؤال تاني جه من رحاب ماضي، وهي بتقول ان عندها تنميل في الاطراف وخصوصا وغز او تنميل في الاصابع، وعايز تعرف ده من ايه، مع العلم انها بتقول انها عندها حاجة في فقرات الظهر. هو الحقيقة من الحاجات المشهورة جدا ان تنميل الرجل مش شرط يكون جاي بس من الرجل، يعني مش مشكلة ان يكون عندي اصابة في الرجل هي اللي جايبة تنميل او التهاب اعصاب في الرجل. ممكن التهاب الاعصاب بتاع رجلي ده يكون ناتج من حاجة في ظهري، حاجة من اعصاب طرفية اخرى. وعشان كده مهم قوي ان الطبيب يفحص عشان يعرف السبب بتاع التنميل او الوغز زي ما رحاب ماضي بتقول جاي من الرجل ولا جاي من حتة تانية. طبعا مشاكل الظهر معروفة ومشهور انها بتجيب حاجات في القدم، سواء من سطح القدم العلوي او من السطح السفلي، يعني من بطن الرجل او من عليها من فوق. ولكن عادة كلهم بيشتركوا ان هم فيهم تنميل، ومميز قوي ان ممكن التنميل يحصل بدون حركة. فلو انا قاعدة في مكاني ورجلي بتنمل ممكن يكون ده جاي من اماكن اخرى، لكن لو انا التنميل بيجيلي مع الاستخدام او مع حركة القدم مش جسمي ممكن يكون ده جاي من القدم. ففعلا ممكن يا رحاب الاول تبصي على ظهرك تتاكدي ان مش الوجع والتنميل اللي جاي في رجلك جاي منه، ومنه لو طلع ان هو في الظهر طبعا يعالجه الساده الافاضل استشاريين العمود الفقري، لكن لو هو مع الحركه وجاي من رجلك يبقى نبص على رجليك ونشوف السبب بتاعها ايه. سؤال تاني، هبة مغازي همامي بتقول انها عندها ورم في اصبع القدم وألم شديد خصوصا الصباع الكبير. لو التورم اللي بتقولي عليه هبة ده تورم مية، احساس ان هو مليان، ده ممكن يكون التهاب في اصبع الكبير، ومعظم الناس بتمشي ناحية انه ده نقرس او غيره. هنتكلم على الحكاية دي كمان شوية، لانه هو الحقيقة من التشخيصات اللي الناس كتيرة قوي بتقولها انا عندي نقرس، انا عندي يوريك اسيد عالي قوي، وما بيطلعش في نسبة كبيرة جدا من الناس دي اصلا ان القصة قصة يوريك اسيد. اما لو تقصدي بكلمة ورم ان انت حاسة بعظمة او ما الناس بتسميه عظمة زيادة ناحية الصباع الكبير، فصباع رجلي بيبقى ملوي كده او احس ان في زيادة عظمية هنا، لا ده بيبقى قصة تانية بيتسمى انجليزيا هالوكس فالجس، مش مهم يعني، هو اعوجاج الاصبع الكبير، وده بيبقى خلقي شوية، بيبقى ممكن متوارث من اب او ام، عادة من ناحية الستات من ناحية الام يعني، وده بيعمل اعوجاج والم، وبيبقى الانسان ما بيعرفش يستخدم احذية معينة خصوصا اللي بتبقى ضيقة شوية، والستات طبعا كلهم عارفين الاحذية اللي بتبقى ببوز شوية او بكعب شوية مش بيعرفوا يلبسوه، بيضطروا يلبسوا احذيه ممكن تكون مش مناسباهم قوي. سؤال تاني، لميا سليمان بتقول انها لسه مش عارفه تمشي كويس، كان عندها كسر في القدم، وهي رفعت الجبس او هي اتعالجت تحفظي لانه كان كسر بسيط في القدم، واتعالجت تحفظي بجبس ومش عارفه تمشي كويس قوي بعد ما شالت الجبس. الحقيقه كجنرال كده رول زي ما بيقولوا يعني، او كقاعده عامه، لو انا مثلا اتجبست شهر ممكن ادي مده مماثله تقريبا لمده الجبس عشان اقول ان انا بقيت بمشي طبيعي، لكن مش المفروض يكون في الم يمنعني من المشي، لكن ممكن احس بعرجه بسيطه او بعدم القدره على الارتجاع تاني لسابق عادي قبل الكسر، لان طبعا انت او انت مجبسه فتره شهر مش طبيعي ان اول ما بنفك الجبس بتقدري تقومي تمشي على طول مباشره بدون اي فتره انتقاليه بسيطه. لكن كقاعده عامه مش المفروض ان انا اقعد في الجبس شهر واقعد شهرين بعد الكسر او بعد الجبس مش عارف اتحرك، لا يبقى هنا في مشكله ويفضل نكشف مره كمان. فطبيعي ان انا ما اعرفش امشي كويس، مش بالام شديده، ولكن ما اعرفش امشي كويس احس اني بعرج، ان ميكانيكيه المشيه الاوتوماتيزم الحركه الاوتوماتيك اللي احنا كلنا بنمشي من غير ما نفكر احنا بنمشي ازاي، الحركه التناغميه دي المفروض ترجع لي في غضون شهر لو كنت مجبسه لمده شهر تاني.
سؤال تاني من حازم محمد، الحقيقة بيسأل على حاجة يعني بتبقى مش لطيفة لما بنعرفها، إن عيان عنده سقوط في سقف القدم، حصلت له تقريبا إصابة بالرأس، ممكن تبقى إصابة على فكرة بالعمود الفقري. احنا لسه قايلين إن العمود الفقري ده ممكن يدي أعصاب للأطراف منها القدم، فمن ضمن الأعصاب اللي بيديها مش بس أعصاب إحساس، لا ده ممكن يبقى أعصاب تعمل حركة القدم، فممكن عصب منهم لو راح أو مشكلة في المخ بتأثر على العصب، وطبعا على حسب المدة الزمنية اللي من الإصابة بتاعة العصب أو إصابة المخ دي. لو هي مدة طويلة شوية مطولة بعد 6 شهور والعيان لا يزال عنده سقوط سقف القدم، ودي برضو ساعات بقينا بنشوفها، بس طبعا الجراحات اتطورت جدا جدا. كان زمان بتتعمل لما جراحات القدم، جراحات العمود الفقري تتعمل بشكل مش منضبط قوي او بشكل في خطأ ما، تلاقي العصب بتاع مشط الرجل اتعور، فيبقى العيان يحصل له سقوط في سقف القدم، يبقى ماشي الانكل باصص لتحت والقدم باصص لتحت ومعرفش ارفع قدمي وانا ماشي، ويبقى على طول ده بيخليني رجلي تتطرف زي ما بيقولوا في الارض وقع. طبعا احنا لينا وسائل علاجية للناس اللي عندها سقوط سقف القدم، ده بتبقى عادة برضو بما يسمى ببساطة كده نقل أوتار، بناخد الأوتار اللي شغالة عادة اللي هي بتتني المشط اللي تحت، وناخدها نشغلها من فوق على مشط الرجل من فوق وتشغل القدم، بحيث ان العيان يعرف يبقى رجليه ماشي بيها مستوي فبيقدر يمشي بطريقة كويسة. فاختصارا ليك يا حازم، الاصابات الفوت دروب زي ما انت كاتبها كده اللي هي سقوط سقف القدم، هي ليها جراحات نعم، والجراحات دي عاده بتنجح ان العيان بيعرف يمشي بطريقه كويسه جدا جدا جدا. سما او سامي، عشان بس هو مكتوب كده محرم، بتسالنا سؤال تاني عن التهاب، وهي مشخصاها صح، الاسم العلمي بتاعها التهاب في اللفافه الاخمصيه، اللي هي بتسمى انجليزيا البلانتر فاشايتس، ودي من الامراض الشائعه جدا جدا جدا، وحتى احنا كنا اشرنا لحكايه وجع الكعب اللي الناس بتقول عليه، او وجع الصباع اللي الناس بتقول عليه نقرس. الحقيقه لا، ده بيبقى معظم الناس دي بتبقى عندها التهاب اللفافة الأخمصية دي، وهي لفافة حوالين عضلات في بطن القدم من تحت، بتبتدي من عند الكعب وتنتهي عند الصوابع. مميز قوي فيها ان العيان ده لما بيجي يصحى من النوم، مع انه هو بالنسبة له كان نايم، هو كان كويس، ما كانش تعبان، ما كانش عملش مجهود، ما نزلش مشي 10 كيلو، نازل من السرير بتاعه الصبح، يجي يحط رجله على الارض يحس بألم في الكعب او تحت بطن القدم، ويفضل كده ممكن مسافة بسيطة قد تطول في بعض الناس، يبقى مش عارف يمشي عليها كويس. الألم اللي في الكعب ده عادة بيبقى نتيجة للالتهاب اللفافة الأخمصية دي، والمميز فيها جدا إن العيان ده لو مشي أكتر يتحسن مش يتعب، يعني مش يزيد الألم بتاعه، ودي بيبقى ليها علاجات تحفظية. المرض بايخ شوية في إن هو ممكن ياخد أسابيع وياخد يمكن ساعات في بعض الأحيان أشهر، خصوصا لو ما تعالجش كويس، ولكن ميزته الرائعة الحقيقة ان زي ما بيقولوا كده ده نهايته، يعني ده كبيره، هو مش هيزيد عن كده، هيبقى ألم اول ما بقوم امشي الصبح ويمكن اثناء النهار، لكن مش هيؤدي الى مضاعفات اخرى. ووسائل العلاج بتاعته وسائل تحفظية وبسيطة جدا، بعض التمارين بنعملها في المنزل، بكتير جلسات علاج طبيعي. وده يجبنا للحقيقة السؤال التاني اللي سأله اعتقد ذهب احمد، ان هو اتقال له ان هو ممكن عنده وجع في كعبه، ان ده ممكن يكون نقرس. طبعا يعني ده احتمال وارد، ولكن في اغلب الاحيان الالم اللي بتبقى في الكعب اللي بيبقى الصبح اول ما اصحى من النوم ناحيه واحده مش شرط الناحيتين، ده عاده بيبقى التهاب في اللفافه الاخمصيه زي ما قلنا، وده بيبقى علاجه ما هوش علاج نقرس ومنع من اكل وفول ولحوم وزي ما بنسمع من كل المرضى. ذهب احمد هي اللي سالت عن اليوريك اسيد، وبتقولي ان كعبي مش بقدر امشي عليه، والدكتور بيقول لي ان ده املاح ويوريك اسيد، واعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك او حضرتك بقى لو انت ذهب، انه العلاج بتاع الحكايه دي بيبقى بالتشخيص الدقيق الاول، نعرف اذا كان هو فعلا من التهاب حمض البوليك او ما يساوي اليوريك اسيد، ولا هو التهاب لفافه اخمصيه. ومن الملاحظ قوي دلوقتي ان معظم التشخيصات اللي بتيجي لألم الكعب بيتقال لهم كده اعتباطا، لا ده يوريك اسيد، وتلاقي تحاليل طبيعية وتلاقي العيان ما عندوش مشكلة اليوريك اسيد دي خالص، والمشاكل بتبقى من
أعراض أخرى أو من أمراض أخرى زي ما اتفقنا. صفاء درويش برضو بعتت سؤال بتقول إنها كان عندها كسر في المشطية الخامسة، وبتقول إنها عملت جبس لمدة 5 أسابيع، وبعد فك الجبس لسه في عرج في المشي، و هي بتقول ان دلوقتي بقالي 4 شهور اهو. شوفوا تكمله 4 شهور الظاهر من بعد ما فكت الجبس، تكمله للي كنا قلناه على موضوع الكسر او موضوع الاستشفاء بعد الكسور. مش المفروض ان انا اقعد في جبس 5 اسابيع واقعد ضعفهم مش عارف امشي وبعض، لا، يبقى هنا في مشكله. اختصارا ببساطة، كسر المشطية الخامسة يعني العظمة الخامسة اللي من بره خالص ناحية الصباع الصغير دي، مشهورة انها بتتكسر مع التواءات بسيطة. العيان يفتكر انه عنده التواء رجل تلوت، ولكن يكتشف بعد 3-4-5 ايام الالم مش عايز يروح، يتعمل له اشعة يتقال له انت عندك كسر في المشطية الخامسة. بشكل عام كسور المشطية الخامسة بتنقسم الى جزئين بطريقة مبسطة خالص. جزء منه شديد الالتئام وبيلتئم على طول وكسر بسيط جدا، لو العين ما دس خالص بيلحم، وجزء بيبقى اكثر تقدما شويه في منطقه معينه بنسميها عنق المشطيه الخامسه، مش راس المشطيه الخامسه، يعني جزء امامي شويه ناحيه الاصابع اكتر، ناحيه الصباع الصغير اكتر، وده مشهور عنه بالعكس بقى عدم الالتئام. فانا طبعا مفيش اشعاعات هنا، فمش قادر اقول هل هو كسر من الراس المشطيه الخامسه ولا كسر من عنق المشطيه الخامسه، لان علاجه بيختلف تماما. العلاج بتاع دي غير بتاع دي. علاج الراس المشطيه الخامسه ممكن جبس، والعين المفروض يقوم يمشي على طول كويس بعد ما يشيل الجبس شهر بالكتير، ولكن لو عنق المشطيه الخامسه ممكن، ده مشهور عنها انها ما بتلحمش، وده العيان اللي ممكن يقول مع ان كان عنده كسر في المشطيه الخامسه ما عرفش يقوم يمشي على رجليه كويس، فدي محتاجه اشعه وإعادة فحص، لأن ممكن يبقى فيه عدم التئام في الكسر اللي بنتكلم عليه ده. برضو استكمالا بقى للأسئلة اللي جت، الحقيقة برضو مدام رميسة عرفة اتكلمت على حاجة يعني من الحاجات اللي ما بنحبش طبعا نشوفها، بس احنا في مصر وفي الوطن العربي عندنا مرضى سكر كتير، ومرضى السكر الحقيقة لما بيحصل لهم إصابات في القدم ممكن تنتهي بنهايات غير سعيدة قوي، كلنا عارفينها، ويتقالوا ان خلاص دخلنا في قدم سكري وغيره. وحاليا رميسة عرفة بتقول انها اتقال لها ان عندها شاركو. شاركو جوينت ده ما يسمى بالانجليزي مرض القدم السكري او إصابة المفاصل السكرية. هو يعني انا عشان عندي سكر يبقى معنى كده ان انا لما يحصل لي إصابة هيجي لي الشاركو؟ لا، مش شرط، ولكن نسبة عالية من الناس دي ممكن يحصل لها كسور، وعشان هم عندهم سكر الكسور لا تلتئم بشكل جيد او لا تعالج العلاج التحفظي بقى او الجراحي الصح، وينتهي ان الامر ان العظم يتحلل. للاسف بيبقى احساس العيان بقدمه نتيجه للسكر، خصوصا لو السكر عالي جدا، السكر التراكمي عالي جدا، العيان يبتدي الجلد يتغير، الشكل يتغير، يبقى عنده تورمات على طول، والكسور لا تلتئم وتنتهي باشياء يعني غير جيده. حتى رميسة عرفة بتقول ان قدم الشاركو ده خلى ان رجليها تبقى مقلوبه، يعني انتوا متخيلين يعني هي زي ما هي واصفه ان رجليها بقت بتمشي على جانب الرجل او كان رجليها مقلوبه تماما. شوفوا قد ايه حصل تاكل في العظم خلى الرجل تقلب تماما. يعني ردا على السؤال، احنا لينا وسائل علاجيه كثيره، عاده بتبقى جراحيه على حسب المرحله بتاعه القدم دي، القدم السكري او الشاركو انهي مرحله، وبنقدر ندي علاجات ممكن تكون جراحيه بتدخل جراحي مثبتات خارجيه، ولكن يجب ان العيانه دي تعالج علاج منضبط ومحترم جدا، والا هننتهي بها الحاله بقرحه صغيره، فتحه جلد، لاني بمشي على حته ربنا مش خالقها امشي عليها، فببقى ماشيه مقلوبه، الجلد ده مش مخلوق ان انا ادوس عليه، فيبتدي يحصل قرحه ومنها يبتدي فتحة في الجلد وهكذا، وتنتهي به الحال لمشاكل أخرى. يعني نرجع تاني للأسئلة. نادية عيسى بتقول إن عندها حكاية الصباع المعوج الكبير والصباع التاني راكب على الأول. دي حقيقة من الحاجات المشهورة جدا اللي بتبقى تطور شوية للعيان اللي بيبقى عنده الهالوكس فالجس أو الاعوجاج الإصبع الأول، أو ما يسمى كده مجازا ساعات إن أنا عندي عظمة زيادة طلع في صباع رجلي الكبير، ودي ممكن مع الوقت الصباع التاني يركب على الأول، ما يسمى يركب على الأول، يبقى بيسموه overriding second toe، ودي
طبعا بتعمل احتكاكات مع الاحذيه عفوا من فوق، وممكن تعمل قرحه فوق في الصباع التاني ده او عند النطوء العظمي اللي على العظمه اللي على الجنب، وطبعا بيبقى فيها الم جدا. والعيان ده بالذات علشان ربنا خالق القدم بشكل القرش الطبيعي، فمش المفروض ان الصباع التاني يكون بيلمس الارض، بس عشان الصباع التاني ركب على الاول بيبتدي بقى يبقى الضغط على اسفل المشطيه الثانيه او الثالثه او الرابعه، مش الاولى والخامسه والكعب زي ما ربنا خالق في الادم الطبيعي. وبالتالي العيان يحس فعلا ان هو انا دايس على حاجه تحت رجلي، في حاجه، وابص الاقي ما فيش حاجه، هو اللي هي دايس عليه ده راس العظمه الثانيه مش الاصبع، يعني راس المشطيه، وبالتالي بتحس بالم لانه مش مخلوق ان هو يكون واخد الوزن بتاع العيان ونازل بيه، ملهاش علاقه العيان وزنه كبير او قليل، المهم ان وزن البني ادم ده ما بيبقاش المفروض نازل عليه، فبيدي ايحاء بكده. طبعا العيان اللي وصل للمرحله دي عاده بيبقى علاجه علاج جراحي، لازم نستعدل الاصبع والاصبع الثاني ونوزع ثاني الوزن ونوزع الميكانيكيه بتاعت المشطيه، نرجعها تبقى طبيعيه ومستويه، ما تبقاش فيها اي اعوجاجات على المشطيه بتاعت الادم. سؤال برضو من انشراح عرابي بتقول انها عندها تنميل وتعب بيجي بالذات مع الشتاء، وكنا علقنا على حاجة زي كده، دي بتبقى حاجة في الأوعية الدموية يسمى عادة رينولدز ديزيز، بيبقى العيان ده مع البرد يتقلص الأوعية الدموية بتاعته، ما توصلش دم كويس قوي للأطراف، فهو يلاحظ انه في البرد او في الشتاء او مع تكييف حتى في الصيف يبتدي تنميل يحصل، ممكن في الايدين وممكن في الرجلين، وده اللي بيخلي الأصابع تنمل او يبقى مش واصل لها دم كتير او كويس، وممكن كمان تزرق. وفي الحالات دي طبعا الدفى مهم جدا، البس شرابات كويسه، البس جوانتيات يمنع يخلي الدم يبقى بيروح بسهوله، يمنع التاثير السلبي بتاع البرد او التقلص بتاع الاوعيه. وطبعا بنتابع برضو مع بعض الاطباء الزملاء بتوع الاوعيه الدمويه، بيبقى ليهم بعض الادويه اللي ممكن تنشط تدفق الدم في الحالات اللي زي كده. بشار عارف قال كلمني عن الشوكة. عموما يعني برضو دي من التشخيصات اللي الحقيقة للأسف منتشرة قوي ما بيننا كأطباء جراحة عظام أدم وكاحل، بنشوفها كتير، الناس بتيجي تقول لنا أنا عندي شوكة، وحتى بيجيب لك الأشعة ويشاور لك بص يا دكتور الشوكة أهي باينة في الأشعة، وأنا اتقال لي إن هي دي اللي عاملة لي المشكلة. انا احب بس اقول كام معلومه عن موضوع الشوكه، لانه موضوع شائك جدا وموضوع منتشر جدا جدا، تقريبا اي حد بيشتكي من وجع في كعبه يا اما هيطلع عنده نقرس يا اما هيطلع عنده الشوكه العظميه، وممكن يكون التشخيصين دول مش هما بالظبط اللي عاملين العيان المشكله. مش شرط في كذا بقى حاجه نقولها، مش شرط وجود الشوكه في الاشعه، شكل الشوكه في الاشعه هي دي اللي عامله المشكله، بدليل ان ممكن العيان يبقى عنده الم في الكعبين و شوكه موجوده في الاشعه في الكعبين، يقول لك لا انا رجلي دي اليمين الشمال هي بس اللي وجعاني مش الثانيه. وحاجه ثانيه لطيفه قوي، ان لما العيان بيخف ومثلا رجليه اتجزعت لاي سبب من الاسباب ويروح يعمل اشعه، الله ده الشوكه لسه موجوده في الاشعه، انا خفيت انا ما بقاش عندي الالم ده، يبقى اذا ده دليل اخر على ان الشوكه مش هي نفس المسبب الرئيسي للموضوع ده. احنا بنسمي الشوكه دي زي ظاهره اشعاعيه، يعني ممكن تبان في الاشعه لكن ليست بالشرط او بالضروره لها مدلول اكلينيكي. الكلام الكبير ده معناه في الاخر انها حاجه ممكن تكون موجوده في الاشعه، فعلا في شوكه بس مش هي اللي عامله للعيان الالم او المشكله الحاليه، واخدين بالكم؟ فبالتالي مش العلاج هو علاج الشوكة. وحاجة برضو يعني سهلة جدا، انه حتى لما، ودي نسبة قليلة جدا لا تتعدى 2% من البشر اللي عندهم المشكلة دي، اللي هي بتكون عادة التهاب الوتر او التهاب اللفافة الاخمصية السفلية، والعيان عنده شوكة في الاشعة، لما حتى بنعالجها جراحيا ما بيبقاش هدفنا بجراحة نخش ونشيل العضماية دي او نشيل الشوكة دي، بيبقى هدفنا اللفافة الاخمصية او الوتر او البلانتر فاشيا مش العضماية، فحتى الجراحة مش بتبقى موجهة خالص للشوكة العظمية.
مميزات المرض ده شوية زي الالتهاب اللفاف الأخمسية، إن العيان فعلا أول ما بيدوس على الأرض أول كام خطوة بيشتكي، ولو هي شوكة أو زلطة تحت أدني أنا لما همشي أكتر هتوجع أكتر. لا، الحقيقة العيان ده بيبقى عنده العكس، أول ما بيدوس على الأرض بيحس بألم، ثم مع الاستخدام الألم يزول تماما ويفتكر إن هو خف ما بقاش عنده مشكلة، ومجرد إن هي شكل في الأشعة وليست بالضرورة ألم في الناتج عن الشوكة دي. دي بعض الأسئلة الحقيقة اللي جات لنا. أتمنى ما كنتش طولت عليكم، بس أنا حاولت أجاوب على قد ما أقدر على كل الأسئلة اللي جات لنا. لو في أسئلة تانية حابين تعرفوها عن الأدم والكاحل ابعتوها لنا، وأنا أبقى سعيد جدا أني أرد عليكم. لو أنتوا عايزين موضوع معين نكلمكم عليه في موضوع الأدم والكاحل، لو لقينا ناس كتيرة بتسأل على حاجة معينة ممكن نحاول نوصل لكم المعلومات دي قدر استطاعتنا طبعا. مرسي جدا، وإن شاء الله تابعوا برضو الصفحة لأن ممكن يبقى فيه نجمع بعض أسئلة قريب ونجاوب عليها ان شاء الله. هنحاول نخلي اللقاء ده يعني لو ما كانش كل اسبوعين ثلاثة اتليست يبقى مرة في الشهر، لان واضح فعلا ان في طلب كبير قوي قوي على عظام الادم والكاحل بالظبط بالذات يعني، وده فعلا تخصص يكاد يكون منفصل بذاته، ما هوش طبيب عظام عام او ما هوش طبيب مفاصل، لا هو طبيب عظام ادم وكاحل. اشكركم جدا 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 ونورتوني شوية دول.